هذا رفقتكم مشاهدينا متابعينا، اهلا وسهلا فيكم. رمضان كريم، افطارا هنيئا صوبا مقبولا، وتقبل الله الطاعات. مشاهدينا متابعينا، راح نكون معكم في جوله مسابقات مع حلويات العنبتاوي. حلويات العنبتاوي اصل الحلو بفروعه الخمسه المنتشره في قلقيليا وطول كريم وجنين ورام الله وعتيل. تعالوا معنا مع الحلويات الشرقيه والغربيه والمميزه ولعيد الفطر السعيد مع حلويات العنبتاوي اصل الحلو. اصل الحلو مين؟ عنبتاوي. تعالوا معنا في الجوله من راي الكاميرا براء عمر ومني انا منتصر العناني، نشوف اول متسابقين معنا راح يجاوب على سؤال مع حلويات العنبتاوي. مرحبا. السلام. هلا. كل عام وانت بخير. وانت بخير. رمضان كريم. خليك لازم نجيب كرسي، بعرفش اضلني واقف هيك. طيب شو ماسحين اول باول؟ جاهز. جاهز اول باول ما شاء الله. كيف العنبتاوي؟ الف الف. فيش زيه العنبتاوي. اصل الحلو عنبتاوي، يعني عارف. صحيح. حافظ درسه هسه، بدي اشوف كيف حافظ هون الاجابي. هو بيشتغل عنده. طيب بدنا نشوف كيف بده يجاوب الثاني. طيب شو اسمك؟ امير نعمان زبدي. زبدي، اهلا بالزبدي. سايحه ولا جندي؟ بدك اياه. طيب كم مدينه تحمل اسم القاهره في العالم؟ اسم القاهره مش العاصمه بس، في عده اسماء. كم اسم القاهره؟ ثلاث. 3 in 1. شو؟ شو بدك؟ شو السؤال؟ السؤال كم مدينة تحمل اسم القاهرة في العالم؟ يلا. يعني هي من 20 ل 22 اتوقع. من 20 ل 22. يعني انا لا اتوقع. اتوقع. انا وقعت بالفخ. والله طيب اشكرك. ذاكر انا شو يا سيدي البلد؟ والله ما انا عارف. والله ما انا عارف. حوالي خمسة. خمسة حوالي، يعني هم بيعملوا على الحوالي مش متأكد. يعني اخر قرار لك؟ اخر قرار اربعه. توكل على الله. اربعه وتوكلنا على الله. وانت؟ انا كنت ثلاث. على هون على دويه بزبط. ثلاث وحده. هي الصح. صح. 18. استنى شوي. واحد الكار تبعت مصر. تبعت مصر. شو اسمك؟ احمد قطاوي. يا عيني ما اروعك. مش شايفين اللي بيجاوبوا؟ انت بتتحذروا لي قاعدين؟ مش غيره. بس بدي اطمنكم فيش غيره، جوابه غلط. حبيب الله يسعدك. طيب تعال. شو اسمك؟ منال زيدان. منال. شو يا منال؟ اسمع الجواب الصح هسه. انا قلت لك يعني خربطت، بس انا بعرف هي فوق ال 15. 18 اتوقع. 18 اسم. 13 في امريكا. صح. ايوه. ايش يا قطاوي؟ روح دور على الواحد. صحيح. طيب هاي هديتك. صح مزبوط. هاي من حلويات العنبتاوي اصل الحلو. شو بتقول له؟ اصل الحليب عنبتاوي. كل عام وهم بخير، وان شاء الله نتمنى لهم التقدم والازدهار والتوفيق. رمضان كريم. كل عام وانتم بخير جميعا. اشكرك قطاوي. اشكرك. تعرف من هو صاحب كتاب حي ابن يقظان؟ قول شو هذا البلد. شو هالوقعة السوداء؟ انا عارف رغم الكشاف بقول شو هالوقعة السوداء. لك مؤرخ. فيش خيارات. شو بس تغير لك السؤال. طيب اسمع اسمع، بدي اغير لك هالسؤال. اوكي. ما الصورة التي بدأت باسم احد الجبال؟ يا سلام، والله انا زعلان منك. قرعة. هذا الزلمة كأنه بدور على القرآن. شو؟ مفكر يا عم. والمعروفة يا زلمة، معروفة. وال شو؟ تعال 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 يا حمودي. تعال تعال. شو اسمك أنت؟ محمد. محمد. شو؟ كله مرحبا. مرحبا. حلويات العنبتاوي؟ حلويات العنبتاوي. يا عيني عليك، ما أحلاها منك حلويات العنبتاوي. طب كله شو؟ جاوب. كله جاوب. كله جاوب. 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 بقول لك يا سيدي ساعد الولد خليه يربح. يا شو اسمك؟ محمد. هذول الشباب ما مش عارفين. خليك يا محمد. شو يا سيدي؟ والله ما بعرف. والله ما بعرف. ما هو مبين بوجوه. سماهم ايش؟ قراني. ها. طيب حمودي تعال. انت شاطر؟ شو اسمك انت؟ محمد. محمد. طيب اعطيني اسم. طيب انت وين ساكن؟ وين؟ بتعرف شو الجواب؟ ان شاء الله قال لك هو. شو الجواب؟ والله نسي. طور.
كل الطور ولا كل الطور عشان ربحك كل الطور الطور والطور صح اسم جبل محمد هاي هديتك مبروك عليك بتروح عند مين حلويات العنبتاوي هي جاي مش اسمه حلويات العنبتاوي قول يلا العنبتاوي يا عين عليك ما هي الجبال التي تفصل قارة آسيا عن أوروبا جبال إيش اسمها شو ها بقول لك هذا العناني من وين جاي من هالأسئلة هذول شو يا بلاوني يلا فرجينا دعبول أنو الدعبول أنو الدعبول فيهم آه يا دعبول بقول إلك سلامات يا زعيم شو بقول عندك الحل رباها عليك لا أنا هو كان لا عشان أقول لك غير السؤال آه هيك بدوه أغير السؤال طبعاً حكمت مش بعدها تقول لي غير السؤال طيب برضه خيارات طيب أين توجد هسه لندن وين موجودة لندن مدينة لندن في بريطانيا خلص أنا جاوبت لك إياها بس سؤال بقول في كمان مدينة اسمها لندن وين في أي في أي غير التي توجد في بريطانيا وين في كمان مدينة اسمها لندن دعبول شو؟ ما أنا متشنج خيارات كمان خيارات غيرنا السؤال غيرنا السؤال إيش؟ طالع من روضاك لا قاعدين بهرجوا فيك قاعدين فيشي خيارات خيارات فيشي خيارات السؤال كندا أروح عند ولا عندك؟ كندا يا شباب الجواب كندا شو حكمت انا بتعطيك الهديه وتشكر في الدعبل تبعك شو تعمل بتاخذ الهديه بتروح عند عنبتاوي وبتعزمه وتقول له تعال انا عازمك على حسابي ماشي هاي من مين حلويات العنبتاوي حلويات عنبتاوي دائما اصل الحلو دور على وين على الاصل بتلاقي مين عنبتاوي في طول كرم شارع نابلس مقابل مدارس الوكاله ولا تنسوا افرعه الخمسه في طول كرم وقلقيليا وجنين وعتيل وفي رام الله وانتظروا الافتتاحات القادمه في الوطن باجمعه حلويات عنبتاوي شرقيه وغربيه وكمان محليه نشكركم على وجودكم معنا رمضان كريم صوما مقبولا افطارا هنيئا شكرا لوجودكم معنا من وراء الكاميرا براء عمر ومني انا متصل علاني الى اللقاء